بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحول الأمر من التهديد والوعيد إلى القتل والتنكيل، فقتل أناس من أتباع نبي الله شعيب عليه السلام، كما قتل قبل ذلك كثير من أتباع الأنبياء منذ فجر التاريخ. فبشر الله عباده المخلصين بالخير
في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وإن كانت الآيات قد نزلت في شهداء أحد، إلا أن عموم اللفظ لا يأبى ذلك. ومن هذه الآيات ومن سياقات التاريخ كانت البشرى من الله لهؤلاء الشهداء في الدنيا وفي الآخرة، جزاء بما قدمت أيديهم وبما صبروا، وهذا هو الفوز العظيم. بل راح أهل مدين يكملون تهديدهم للمؤمنين بأن يرجعوا عن اتباعهم لنبي الله شعيب، وإلا كان مصيرهم مثل مصير من سبقهم. أسمعت بأمر تابع شعيب والذي حدث له؟ ذلك الذي قتل بالأمس؟ نعم، هو يقال إنه راعي غنم واسمه راشد، وهو أحد من آمنوا برب شعيب. نعم، كنت أعرفه، لقد كان رجلا مسالما وقليل الحديث. إذن لماذا قتلوه؟ ما الذنب الذي اقترفه حتى يستحق بسببه الموت؟ هذا شأن سادة مدين يا صديقي، ولا دخل لنا بذلك. لقد أوقدت تلك الدجالة النيران في قلوب الناس تجاه شعيب ومن اتبعه، هذا هو فعلها. سيدة النذور؟ أتنعتها بالدجالة؟ أوليست كذلك؟ ألم نكن نسميها بيننا بدجالة مدين؟ ربما كنا نقول عنها هذا في الماضي، أما الآن فأغلب الناس يطلبون رضاءها. ولكني ما طلبت يوماً رضاءها، وإلا أين يكون عقلي إذن يا رجل؟ أرى أن لهجتك قد تغيرت. أضاء موت هذا الرجل قلبي، لقد ضحى بحياته كي نرى الحقيقة ونفرق بين الحق والباطل. ما هذا الكلام يا رجل؟ عن أي حقيقة تتحدث؟ الحقيقة واحدة وسبيل الحق واحد، شعيب هو نبي الله حقا ولا ريب في ذلك. إننا قوم ضالون، نتبع من ليس أهلا للاتباع، ونحارب من هو أهل للسمع والطاعة. أي قوم نحن يا رجل؟ وكيف وصلنا إلى هذا الحال؟ أحذرك أن تعيد كلامك هذا على مسامع أحد غيري، فيكون مصيرك كمصير تابع شعيب. فليكن ما يكون، فلقد آمنت بشعيب وربه، ولتكن أنت أول الشاهدين على ذلك. وعندما وجد شعيب أن قوم مدين قد بدأوا يعتدون عليه وعلى المؤمنين معه، استنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. مرحبا بسيدة الجبل، زيارة غريبة. لماذا فعلت ذلك يا أزرق؟ فعلت ماذا؟ دعك من هذا الحديث، فأنت تتحدث مع سيدة الجبل، مع شهبانة. لما قمت بالسطو على القافلة الآتية من الشمال؟ أين العهد الذي قطعناه أنا وأنت؟ عهد؟ عن أي عهد تتحدثين يا شهبانة؟ ومنذ متى يكون للصوص عهد؟ هل تصورت بأنني سأرضى بما تقدمينه أنت لي من فتات؟ هل هذا هو ظنك بالأزرق؟ ألم تعرفيني بعد؟ يبدو أنني أخطأت حقا. بل وخطأ لا يغتفر يا سيدة الجبل،
وذلك حينما ظننت بأنك قادرة على حماية قوافل الشمال من سطوتي، وقمت بإعطاء عهد لا قبل لك به لتجار مدين الأغبياء. هذه الجبال لا تكون إلا لأصحاب القلوب القوية يا ابنة عشيرتي، ويبدو لي بأنك لست منهم. إذن أنت تعلن الحرب؟ هي معلنة دائما، وهذا ما لا تفهمينه أنت يا شهبانة. فلتكن الحرب، وأرجو ألا يندم أحد على العواقب. مثلي لا يندم على شيء أيتها الرقيقة، فاذهبي وافعلي ما بدا لك، وإن كنت أظن أن ليس بيدك شيء. حسنا يا أزرق، حسنا، لنرى من سينتصر في النهاية. أحقا ما سمعته يا قحطان؟ هل عاد اللصوص للإغارة على قوافلنا من جديد؟ هذا ما لم أستبعده يا مرمرة، لقد كنت أعلم بأن ذلك سيحدث في القريب العاجل. ولكن لماذا حدث ذلك؟ أين عهدهم معك؟ ولما لا يحدث؟ إنهم جماعة من اللصوص الأوغاد، فلقد اختلفوا بينهم على الغنائم، فكانت قوافلنا هي الخاسرة. وماذا عن وعد ضاوية لي؟ يا لك من امرأة بلهاء، أما زلت تحدثينني عن هذه الدجالة العجوز؟ إذن فقد خدعتني ضاوية. وليست مهنتها هي الخداع؟ فلما العجب إذن يا مرمرة؟ ظننتها ستحميك وتحمي قوافلنا بهذا النذر الكبير. لقد خدعت كل أهل مدين، وذلك كله بسببك، بسبب حديثك عنها بين الناس، عن كراماتها وقربها من الآلهة. يبدو أنني كنت بلهاء حقا، ولكن النذور. كفاك حديثا عن النذور يا امرأة، ودعيني أفكر في مخرج لهذا البلاء العظيم. ما هي خطتك الآن يا أزرق؟ أنت تعرف كيف يكون غضب هذه البلهاء. أعلم بأنه قد جن جنونها الآن، ولكن ليس بيدها شيء لتفعله. هي تعلم بأن قوتي وقوة رجالي أكبر من أن تقف هي ورجالها أمامهما. ستغضب لفترة ثم ستهدأ، وتدرك بأن سيادة الجبل لا تكون إلا للأقوى. وماذا إن بدأت هي بالقتال يا أزرق؟ فلتفعل، ولنرى حينها لمن تكون الغالبة. فكم أحب مثل هذه المشاحنات التي تضيف على الحياة بهجة من وقت لآخر. قد نفقد حينها الكثير من خيرة رجالنا، لأنها ستكون معركة حامية. هذا هو قانون الجبل يا مارق، ولا تبديل له، البقاء للأقوى والأشرس. إذن هل أبلغ الرجال بالاستعداد؟ لا، ليس الآن، وإن كنت أتوقع بأن تحدث المعركة في وقت ليس ببعيد. عمت مساء يا عقبة، كيف حالك يا أخي؟ حالي تعلمه يا فارض، فبعد ما حدث في طريق القوافل بارت تجارتنا وساءت الأحوال عما كانت عليه. صدقت، فكم ساءت الأحوال حقا. ولكن أخبرني، ما رأي قحطان فيما نحن فيه؟ وماذا سيفعل قحطان؟ حاله كحالنا، فليس بيده شيء، فالآن بات طريق القوافل وكأنه طريق الموت. من يمر عليه يقتل، ولا يكون له دية، ولا يعرف لجسده قبر أيضا. أو سيستمر هذا الحال طويلا يا عقبة؟ أليس هناك مخرج مما نحن فيه؟ حتى هذا السؤال لا نعرف لمن نسأله، فجميعنا لا يملك الإجابة يا فارض. فلنجتمع بمعشر التجار إذن، ونتباحث في الأمر في أقرب وقت. فلنفعل،
وإن كنت لا أرى إلا مخرجا وحيدا لما نمر به من أزمات. وما هو هذا المخرج؟ فلتأتني به. نضاعف أسعار البضائع، هذا هو المخرج الوحيد. والناس يا عقبة. ونحن يا فارض، نحن لا مخرج إلا هذا، وإلا بارت تجارتنا وانتهت. تجارتنا أولى من أي شيء، وليذهب الناس إلى الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.